مشاهدينا متابعين معكم، وراح نستقبل مشتركة من تيك مي اوت نقشت. نستقبل سوا الحلوة جيسي زاهر. استقبلوا معي بزافة كبيرة جيسي. شو جيسي؟ أول ما فتت طق ضو أحمر، ليه؟ أول شيء خليها توعدني ما تعيط علي. رح تعيطي علي إذا حكيت؟ ليه أنا عيطت؟ لا لا لا، قولي شو ما بدك؟ أنا كرمالك طفيت الضوء. احكي حبيبتي. ليه؟ لأنه اثنين شقر ما بتتحمل. ماشي، أنا كثير بحبك، أنت حدا كثير مهضوم. ثانك يو. بس أنا ما فيني أكون مع حدا سيلبرتي، لأنه أنا عندي غيرة كثير كثير قوية. ولا أنا. أوكي. كنت أنت عم تتعشي مع شاب وقال لك أنا هلا متطرفل، دبري حالك بالرجعة على البيت، شو بتقولي له؟ باخذ له مفتاح سيارته، برجع انا بسيارته، وبيرجع هو بالباص عند امه. ها اذا رجع طبيعي. بدي اقدم لك هيدا الشيء. هيدا انا وانت. جيسي. ايه انا وايه انت. جيسي، كيف انت بتسحري للشاب؟ أنا بس بقطع من قدامه بقدي. يا رب. بقدي فول باكج من فوق لتحت. حسيت إنه كتير زعلان. حسيته بال. طب ما أنت بتبسطي يا جيسي. ما أنا شوي زعلانة، بدي حدا يكون مبسوط كمان. زعل عزعل زعل ما بتزبط. جيسي زاهر، أهلا وسهلا فيك معنا بتحلى الحياة. جيسي، قد ايه انت مبسوطه وحبيتي كمان انك تشاركي بهيك نوع من البرنامج، برنامج جريء وجديد وما بنشوفه يعني دائما من خلال برامجنا؟ ليك مزبوط انه ما بنشوفه، بس انا بحياتي انا بنقي الشاب كمان، يعني ما حسيتها شيء غلط، بس عرفت شو فكره البرنامج وهيك حبيت اني اتعرف على شاب ثرو تي في شو وفاني كمان. حمستك الفكره؟ كثير حمستني، مش شوي. بقدر انه اسم مدام رولا سعد كمان. اكيد ما في شك. جيسي، عرفنا انه من خلال برنامج تيك مي اوت تقدم لك كثير عروضات، ان كان افلام او دعايات. صورت اوريدي فيلم، وعندي هلا تصوير مسرحيه ودعايه. حلو كثير. يعني ضعتي بالاختيارات العروضات يلي تقدمت لك، هالقد كانت عن جد كثيرة. ايه بس ليكي انا بحب الكاميرا، بحب التي في، بحب التمثيل، يعني ما عندي مشكلة. لو انا دوماني ما خصه بالكاميرا، بس انا كثير بحبها، هي الهوبي تبعي. بتحب الشهرة؟ يعني كمان بنعرف هلا صار عندك كمان فانز كثير، وعندك بيج على الفيسبوك. يعني قد ايه هالبرنامج حسيتي انه فتح لك ابواب كثيرة كمان؟ ليكي ما حدا اليوم ما بحب الشهرة. بحيالة دومان كان، مش بس بالتي في، بكل شيء، حتى بشغلي انا دوماني بيختلف عن التي في. حلوه الشهره. دومينك شو انا سيفل انجينير. يعني انا بس تشوفيني بالشغل بتشوفيني كومبليتلي ديفرنت عن ما هلا شايفتيني. فعلا جيسي، نحن هيك اخذين عنك فكره انك كثير هيك نيعه شوي، مثل ما بيقولوا، بيكي بذوقك، دقيقه بالتفاصيل، ما بتحبي ولا غلطه. كيف بتكوني بالشغل بمهنتك بالهندسه، بتكوني على الارض بالورشه بين الشباب بين العمال غبره؟ يعني الظروف اللي بتكوني خلال النهار صعبه. مزبوط، بتكون اصلا غير شخصيه، بتكون شخصيتي كثير قويه، لانه اليوم تالبنت تقدر تعمل كيف، يعني كيف بتقلي كنترول، أو تقدر تعمل كنترول على الورشه كلها، بتكون شخصيتها كثير قويه. طلع كمان كمان ما بدك تفرجي اكزاكتلي، يعني ما بدك تفرجي جمالك، بدك تخبي شعراتك، بتلبسي بنطلون كبير عليك مع السيفتي بوتس everything. سو ما بدك تفرجي انت جمالك، تفرجي شخصيتك، حتى لي كمان هون شغل مش يعني جيسي نفهم انت بتعرفي تميزي بالمحلات والمناسبات. يعني جيسي خلال النهار، قبل الظهر غير بعد الظهر غير عشيه، يعني انت حدا منظم ومقتنع انه انا هون لازم اكون مختلفه عن يعني هون وراضيه بهيدا الشيء 100%. اكيد هذا الشيء بيعطيك اكتفاء ذاتي اكثر. جيسي، نحن اكيد كنا متابعين اخبارك، وبنعرف انه كمان قد ايه صداقتك قويه مع نوال، وحتى كمان الصداقه استمرت برات البرنامج 100%. لكن نوال حدا ما بتعرفيها يعني برات البرنامج، كثير ديفرنت، كثير في دال، ومش بس نوال كمان جانا، يعني اذا بدك نحن التريو اللي بنضل سوا، يعني كل يوم كل يوم كل يوم سوا، كل يوم ما بنقفل. وتعرفتوا على بعض بالبرنامج؟ يعني ما كنتوا بتعرفوا بعض قبل؟ لا لا لا، من خلال البرنامج. يعني كثير بحبهم. يعني هون عم شوف وكانه عم بيصير في كثير صداقات من خلال البرنامج مع كثير صبايا. ليش لا؟ ليش لا؟
كلهم كثير مهضومين أصلاً. بعدها مستمرة لهلأ؟ إيه أكيد. أكيد بعدها. بس إنه كبست فريندز أنا وجوانا ونوال كل يوم سوا. مين الشاب المثالي برأيك أنت يعني جيتي على البرنامج لحتى تفتش عليه؟ ليك الشاب المثالي بالنسبة إلي مش هو اللي عنده البرفكشن بشكله. اليوم الشاب إذا كان عنده كاريزما بيقدر، عرفتي؟ بس بده يكون كمان متعلم. هيدا البوينت كتير بشدد عليها لأنه أنا سيفل إنجينير، عرفتي؟ ما فيني يكون مع حدا منه متعلم. بده يكون أكتف وبده يكون كمان كتير مهضوم لأنه أنا مهضومة. بكل بساطة. حدا من الشباب مين أكثر شيء لفتك بالبرنامج بين الشباب يلي إجت؟ ريشار، لأنه كتير مهضوم. كيف مهضوم؟ يعني كيف توصف شاب مهضوم؟ شاب مش بس مهضوم، أكتف، وأنا كتير بيلفتني الشاب الأكتف. يعني هيك واقف على المسرح بتحس المسرح مش ساعه، أنا هيك بحب. يعني هلا بحياتك كم شاب صار عنده هالمواصفات ملتقي فيه؟ كتير، بس أنا عم قلك شوي نيقة. يعني مش بفيكي مش بالشباب. ضايعة هلا، ضايعة مش عارفة. رنين هلا زيدي كمان. جيسي خبرينا شوي عن أهلك وخصوصة أمك، قد إيه كمان دعمت وجودك بهالبرنامج؟ وبنعرف أنت معلقة فيها كتير وما قفت ولا نهار تصوير. ولا نهار. دايما كانت متواجدة معي. ولا ليكي حتى بشغلي ما بتقفي. يعني أوقات بكون أنا بالشغل بتجي بتطل علي، بس هيك، أنا وحيدة على ثلاث شباب. أوكي؟ فالمام كتير معلقة فيي، وأكيد بابي كمان ذات شيء. بس يعني على التليفون اذا منا هي معي بتضل كل وقت على التليفون، سو ذات شيء. قد ايه فخوره فيكي؟ كثير، ليكي بتكون قاعده عم تحضرني وهيك بتصير تعطيني كومنتس، عرفتي؟ ما تعملي شعرك هيك، ما تلبسي هيك، ما عرفتي هيك. اكثر شيء بشو بتنتقدك؟ بلبسي، اذا ما عجبها لبسي يا يلا. ما بتكون موافقه عليه قبل ما نلبسه على الهواء؟ مش كل شيء، بس انه مثل شو يعني ما بيعجبها باللبسك القلب؟ يعني بتحبني على طول البس ضيق مثلا، اذا وسعت شيء علي بتقلي ما بيلبق لك، ما بيلبق لك ابدا الواسع، روح ارجع ضيقه. هلا انا اوقات ما بمشي مثل ما هي بدها، بس انه سافا. طيب بتعلش نهار على اجوبتك مثلا؟ ايه، اذا مثلا جاوبت شيء مش على ذوقها ايه ما بقعد اخلص. بتقلك شو لازم كنت تجاوبي؟ ماما هيك لازم تعملي؟ لا، بس ليكي على طول بتنصحني، عرفتي؟ وانا باخذ برايي. يعني الاعتبار متفقين، يعني بعرف ان انت والوالده وامك متفقين دائما؟ دائما. على شو بتختلفوا؟ هلا اكيد بنختلف، يعني بنختلف على الشباب. ليه ذوقها غير ذوقك؟ اكيد. ما في يعني حدا ذوقه مثل الثاني، عرفتي؟ حتى ام وبنت يعني. شو يلي ما بيعجبها بالشباب وبتقول لك ما بعد عنه؟ الشاب القوي، لانه انت قويه يمكن بتخاف عليكي. اكزاكتلي، بس اكيد منخوفه علي مش اكثر. شكرا لك جيسي لوجودك معنا، احنا اكيد متابعينك بالحلقات الجايه، فبنتمنى لك كل التوفيق. ميرسي. شكرا لك.